قلة من الميليشيات الحوثية تسلل لهذه الجبال واجتثهم ذا الحين ملان ملان العريق وملان الشباب يزغفر له بأبناء الناس. حرام حرام اللي بيظن انه بينزل مارب انه ما يرجع الله مصندق لا يظن ان احنا بنفلت له. حرام ما عدر ما لحقه لا عقر مران لا عقر داره لا اسمه صعده بنرجعه لهناك وبنشوم البه وبنكمل هذول الرجال اللي يديهم اللي البردقين والصعاليك والسرق حق العاصمه. لا يظن احنا بنفلت له وان شاء الله باذن الله النصر قريب. لقد قام العدو بتسللات على احد مواقعنا وتم تطهيره وتنكيل به وهذه جثثهم وتقدم امام يا ابو محمد ما تلقى العديد من جثثهم ملان الشعبان والحمد لله وبعون الله دحرناهم وامزوا في هزيمه وهذه قريه الزور مطلعين عليها ومسيطرين بعون الله وان شاء الله من نصر الى نصر ونحن بعدهم حتى جبال مران وصعده قادمون باذن الله. الميليشيات الحوثيه حاولت تسلل من هنا من هذا الجبال والحمد لله ما عاد بقى الا ما هم من جثثهم والابطال كسروهم كامل. الحمد لله احنا الان في المواقع الاماميه وهذه الجثث كما تشاهدون ما هي الا بعض منها والبعض في الحيط تحت وقد تم النصر بعون الله سبحانه وتعالى وانتصرنا على هذول المعتديين الذي يحاولوا ان يقدموا انفسهم الى التهلكه. لقد لقوا الموت في هذا المواقع وهذه الجبال. حاول الميليشيات الحوثيه التسلل مع هذه التباب وتم التنكيل بهم ودعس الدعس بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ابطال الجيش الوطني ولم يتم يعني ارجاع منهم الا جثث هامده. هكذا الابطال مناضلون وسنوقف يعني ثابتون وسنحافظ على هذه المحافظه وعلى كل شبر من ارض الوطن وسندافع بكل ما نملك من اموالنا ورجال ودمائنا وان شاء الله التحرير صنعاء وكل شبر من ارض الوطن. بالروح بالدم نفديك يا يمن.